نروح لتشكيل النادي الاهلي اللي نزل منذ دقائق. هقول لحضراتكم تشكيل النادي الاهلي اللي هيبتدي امام زد في الجوله الثانيه من بطوله الدوري الممتاز. في حراسه المرمى محمد الشناوي، خط الظهر من اليمين للشمال عمر كمال وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعه ويحيى عطيه الله، في الوسط مروان عطيه واحمد نبيل كوكه وامام عاشور، وفي الامام طاهر محمد طاهر وحسين الشحات، وفي الهجوم وسام ابو عادل. هقول لحضراتكم مره تانية تشكيل النادي الاهلي اللي هيبتدي مواجهه زد في لقاء اليوم. في حراسه المرمى محمد الشناوي، خط الظهر من يمين الشمال عمر كمال عبد الواحد خالد عبد الفتاح رامي ربيعه يحيى عطيه الله، خط الوسط مروان عطيه وامام عاشور واحمد نبيل كوكا، وفي الامام حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، وفي الهجوم وسام ابو عادل. كابتن هاني، خلينا نتكلم في التشكيل، تشكيل النادي الاهلي نزل، رايك في التشكيل؟ مستر كولر في تغييرتين في التشكيل. صحيح. النهارده يوسف ايمن على مقاعد البدلاء، ايضا اكرم توفيق، وتم الدفع من البدايه بعمر كمال عبد الواحد وخالد عبد الفتاح. يعني تشكيل متوقع الحقيقه، يمكن فكره انه يرجع تاني عمر كمال، عارفين عمر كمال الحقيقه بيها جوكر بيلعب في كذا مركز، لكن افضل مركزين ليه اعتقد الباك اليمين وحتى اجاد كطرف شمال. اصلا خلي بالك عمر كمان بدايته كان بيلعب جناح شمال، يعني انا كنت ماسك نادي الشرطه كان عمر كان موجود وكان بيأدي بشكل جيد جدا كجناح شمال. امكانياته تأهله طبعا كباك يمين طرف يمين اذا كان جناح او جناح يمين او شمال. فاعتقد كولر شاف يمكن ان اكرم شويه ممكن يكون الروتيشن بيعمل مجهود كبير جدا جدا في المباريات، ممكن جدا عايز يدي عمر في الحته دي من البدايه، عايز يكسب كل العناصر الموجوده الحقيقه. وزي ما قلت لك هو كولر ماشي باستراتيجي بعدد الدقائق لكل لعيبه، يعني الروتيشن اللي بيتعمل روتيشن محسوب بعدد الدقائق. عندنا موسم طويل جدا، عندنا مباريات كثيره جدا جدا، في مجموعه كمان يمكن الاسبوع الجاي راح المنتخب، وبالتالي كل ده محسوب والروتيشن بيتم بحساب. وجود خالد الحقيقه كمان لما نزل المباراه اللي فاتت ادى بشكل كويس، بياخد كمان الشوط الثاني فبياخد من بدايه المباراه. يعني وغير كده التشكيله المعتاده للنادي الاهلي، فما فيش تقدر تقول ما فيش تغيير خططي بشكل كبير. عنصر موجود عمر كمال يعني مركزه الاصلي.